انت اتجننتي يا ست انت ولا ايه؟ انت عديتي ال 55 سنه جايه تفكري في حاجات ما يفكرش فيهم بنت عندها 16 سنه؟ انت عايزه تجيبي لنا الفضيحه والعار ولا ايه؟ اودي وشي من مراتي واهل مراتي فين لما اقول لهم امي على اخر الزمن اتجننت وبتعمل؟ ما تتكلمي يا بنت انت، انت واقفه ساكته ليه؟ ولا عاجبك اللي امك بتعمله؟ لا يا ماما، بصراحة ربنا أنا مش عاجبني اللي انتي بتعمليه. أخويا عنده حق، تقدري تقوليلي أنا هوري وشي لجوزي والأهل جوزي إزاي؟ أنا خلاص قررت هسافر برا مصر ومش هرجع تاني. انتي جبتلنا العار والفضيحة، انتي عندك أكتر من 55 سنة راسك ما بقاش فيها غير الشعر الأبيض، وجاية تفكري في حاجات ما بتفكرش فيهم، واحدة عندها 20 سنة؟ حرام عليكم، حرام عليكم، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ ابوكم مات وانا عندي 25 سنه اترملت علشانكم وتعبت واشتغلت وطفحت الدم علشان خاطر اخليكوا راجل واخليكي ست قد الدنيا، وانت من يوم ما اتجوزت سبتيني ورحت قعدت جنب اهل مراتك، وحتى سمعت التليفون مش بترفعها عليا، وانت بقالك 5 سنين برا مصر حتى ما بتقوليش امي حصل لها ايه، مين بناولها كوبايه ميه، ودلوقتي جايين تجوا تحاسبوني؟ بقولك ايه يا امي، اللي انت عملتيه لا يمكن يغتفر، واعملي في حسابك احنا من النهارده ملناش ام، هنعتبرك مت. وده وده احسن بكتير قوي من الفضيحه والعار اللي انت عايزه تجيبها لنا. وخرج الولد والبنت، هما مش ولد وبنت، هما راجل ومدام متجوزة ومخلفة، وسابوا الحاجة منيرة قاعدة لوحدها علشان تقول لنا ايه حكايتها، حكاية حقيقية على لسان صاحبتها صاغتها لينا الكاتبة المبدعة هبة رمضان. يلا نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، انا الحاجة منيرة، عندي دلوقتي 75 سنة وجاي عشان احكي لكم حكايتي اللي كانت من حوالي 15 سنة، واللي انتوا شفتوهم من شوية دول ولادي، لكن للأسف هم بقالهم سنين وسنين ما يعرفونيش، متبرين مني علشان بيقولوا ان انا جبت لهم العار والفضيحة، ما بقوش قادرين يرفعوا راسهم بسببي. انا بقى اللي جوزي توفى وعيالي لسه صغيرين وانا عندي 25 سنة، ساعتها رفضت الجواز عشان ما كنتش عايزة أجيب لهم جوز أم يتحكم فيهم، وكبروا ابني وبنتي وبقوا في سن الجواز، وابني هو اللي خطب الأول، وكنت في يوم قاعدة بتكلم مع حازم ابني. إيه يا حبيب أمك، فكرت يا حازم في اللي أنا قلتلك عليه يا ابني؟ أنا زي ما قلتلك يا ابني أنا كبرت في السن ومحتاج حد يراعيني. أعملك إيه يعني يا أمي؟ عايزاني بدل ما أتجوز وأشوف حياتي وأشوف مستقبلي أقعد جنبك هنا، ولا عايزاني أقول لبنت الناس اللي هتجوزها تعالي عشان أشغلك خدامة لأمي؟ الكلام ده يا أمي ما يعجبش حد، ولو سمحتي بقى قولي كلام ينفع إن أنا أقوله للناس، لكن الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده ما ينفعش إن أقوله، أقوله الحماية إزاي ولا لخطيبتي؟ أمي عايزة خدامة تحت رجليها. يا ابني عيب عليك، هو انا قلت الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت كل اللي قلته لك يا ابني، قلت لك ان انت بدل ما تروح تسكن جنب اهل مراتك زي ما هي طلبت، انا اولى ان انت تشتري شقه جنبي على الاقل يا ابني، تبقى بتعدي عليا وانت رايح شغلك وانت راجع منه تطمن عليا. هو احنا يا امي هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير ولا ايه؟ كل ما تبصي في وشي تقولي لي الكلمتين دول وتتكلمي في نفس الموضوع. انا قلتلك 100 مرة انا اتكلمت مع مراتي وهي رفضت الموضوع ده وقالت انها عايزة تقعد جنب اهلها، وده حقها بصراحة، وانا ما ينفعش الومها على حاجة زي كده، دي حياتها ولازم تختارها بالطريقة اللي تريحها. يا ابني عيب عليك، المعروف في الدنيا كلها ان الست لما بتتجوز بتروح تعيش عند اهل جوزها، مش جوزها اللي بيروح يعيش عند اهلها. انا ما طلبتش منك ان مراتك تخدمني، ولا بطلب منك المستحيل، انا بطلب منك انك تراعي ربنا فيا وتسأل عليا وتبقى جنبي عشان حتى لو تعبت الاقي حد جنبي وما بقاش قاعدة لوحدي. يا ماما مراتي عايزة تقعد جنب مامتها علشان مامتها عيانة وعايزة تبقى تروح تخدمها وتطمن عليها،
حضرتك عايزاني بقى اقول لها بلاش تقعدي جنب امك وبلاش تخدميها وتطمني عليها عشان امي ترتاح وتيجي تقعدي جنب امي وتخدميها؟ ما ينفعش طبعا يا امي، ما ينفعش، وخطيبتي هتزعل وترفض كمان الجوازه، وانت عارفه احنا كاتبين كتابنا بقالنا اكتر من سنه. يعني يا ابني هي امها تعبانه وانت شايف ان انا اللي سليمه؟ هو انا يا ابني بطلب منك المستحيل؟ يا ابني الاصول بتقول ان انت تتجوز جنبي عشان تاخد بالك مني، ولا يبقى ابني موجود ولما اتعب اروح اخبط على الجيران؟ فكر فيها يا حازم بعقلك، وانت هتلاقي يا ابني ان انا كلامي اللي صح. لا يا ماما، للاسف الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده بقى قديم قوي، وبعدين هو انت مفكره يعني عشان هروح اقعد جنب اهل مراتي خلاص مش هاجي ولا هسال فيكي؟ انا هبقى عندك باستمرار كل يوم والتاني بالكتير قوي، هاجي ابص عليكي واقعد معاكي شويه، ولو احتاجتيني يا ستي ابقي اتصلي عليا وهتلاقيني تحت رجليكي في ثانيه. انا يا امي بحب خطيبتي قوي ومش عايز اعمل مشكله معاها، لان بصراحه ربنا مش هستحمل انها تسيبني. خلاص يا حازم يا ابني اعمل اللي ريحك، طالما انت مخلي جوازك ماشي برأي عروستك وما عملتش اللي انا قلتلك عليه من الاول يبقى الكلام ملوش لازمة. انت حر يا ابني، دي حياتك واعمل فيها اللي انت عايزه. ايوة اهو كده الكلام يا ست الكل، انت كده فهمتيني فعلا، دي حياتي والمفروض اعمل فيها اللي انا عايزه، وانا شايف ان انا اللي بعمله ده هو اللي هيريحني. فلو سمحتي بقى بلاش كل شوية تتكلمي في نفس الموضوع وتعملي مشكلة عشان الكلام ملوش لازمة، وحضرتك عارفة كده كويس. ساعتها سكت وما تكلمتش تاني، لاني من قبل ما يخطب وانا عمالة اقوله يشتري الشقة جنبي وهو كان رافض، وبعد كده اتفاجئت انه اشترى شقة جنب اهل مراته لان هما اللي اشترطوا عليه كده، وطبعا علشان كان بحب عروسته قوي وافق على طول واتجوزوا، وكنت مفكرة انه هيعمل زي ما وعدني ويسأل عليا باستمرار، بس للأسف سؤاله كان بالتليفون وبس. ومرت الأيام وفي يوم كنت بكلمه في التليفون، قاله أيوة يا حازم يا ابني، يا ابني انت وحشتني قوي يا حبيبي، هو انت مش ناوي بقى تيجي عشان اشوفك؟ ده انت متجوز يا ابني بقالك ياما اهو، ومن يوم ما اتجوزت ولا بتيجي ولا حتى مراتك دخلت عندي غير مرة ولا مرتين. يا ابني ده انا حتى لما عزمتكم وانتوا لسه عرسان قلتلي معلش يا امي اصل مراتي تعبانه وما رضيتش تيجي. يا ابني انا ما بغصبش عليكم، بس انا كمان من حقي اتونس بيكم ومن حقي افرح عشان قلتلي ان مراتك حامل وعلى وش ولاده. ده انا كنت عايزه اقولك لما مراتك تولد تيجي تقعد جنبي هنا عشان اخد بالي منها واخدمها. والله يا امي انا مش فاهم، بس انت بتكرهيها وبتعامليها ان هي عدوتك ليه وفاكره ان هي اللي ماشياني؟ على فكره بقى يا امي انا مراتي ما بتجيبش سيرتك، ما بتجيبهاش باي سيره لا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، ومش هي اللي منعاني عنك، انا بس يا امي اللي مش فاضي، وحضرتك مش قادره تقتنعي ان انا خلاص كبرت وبقى ليا بيتي وحياتي، ولسه مفكراني الطفل الصغير اللي عايزاني افضل دايما قدام عينك. خلاص يا ابني ملوش لزوم اللي انت بتقوله ده، ربنا يهدي سرك وربنا يسعدك، وكفايه عليا قوي ان انا بكلمك واطمن عليك، وكفايه عليا كمان سلمى اختك اهي واخده بالها مني رغم انها هي كمان ملخومه في تجهيز شقتها، ما انت عارف ان خطيبها مسافر وراجع بعد اسبوعين عشان يتمموا الفرح. ربنا يسعدكم يا ابني، وانا عايزه برضو كل واحد فيكم يبقى مستقر، والمفروض ان انا مبقاش حامل عليكم. بقولك ايه يا ماما، لو سمحتي بقى انا مش فاضي المناقشات كتير قوي، ومش كل ما اتصل بحضرتك حضرتك تتصلي بيا حتى تسمعيني نفس الكلام، كفايه ان انا فيه، انا بقيت اكره اتصل على حضرتك، بعد اذنك بقى عشان ورايا شغل ومانيش فاضي بصراحه للصداع اللي كل شويه ده. قفلت مع ابني ومش هكدب عليكم، كنت ببكي على حظي عشان ما كنتش مصدقه ان بعد ما ربيت وكبرت جت مراته اخدته مني بكل بساطه كده هي واهلها، ومحدش فيكم يفهمني غلط او يفكر ان انا بعتبرها عدوتي ولا عايز اعمل شغل الحموات معاها ولا اي حاجه من دي. كل الموضوع انا كنت عايزه ابني يبص عليا، لكن هي انا ما طلبتش منها اي حاجه ولا عايزه منها حاجه ولا عايزاها تيجي عندي،
وده فعلا اللي هي عملته. مرات ابني ما جاتش عندي خلال سنة جواز إلا مرة ولا اتنين. هو في يوم كنت قاعدة بتكلم مع سلمى بنتي وقلت: ايه يا سلمى يا حبيبتي، صباح الفل يا ست البنات. اظن بقى يا حبيبتي بكرة اجازتك وانا مخنوقة قوي وعايز اخرج اتمشى شوية، وزي ما انت عارفة انا ما ينفعش امشي لوحدي، ولو نزلت مشيت في الشوارع ممكن اتوه. ما انت عارفة يا بنتي انا بقالي سنين سايبة الشغل وقاعدة، ولو نزلت دلوقتي بيتهيألي ما هعرفش ارجع البيت تاني. ايه رأيك يا حبيبتي بكرة ان شاء الله ننزل نتمشى في الشوارع من الصبح ونتغدى برا ونقضي اليوم كله برا؟ معلش يا ماما، للأسف بقى ما ينفعش بكرة، خليها يوم تاني. اصل انت عارفة ان احمد خطيبي جه من يومين واحنا متفقين ان احنا بكرة هنقضي اليوم كله سوا، هنخرج ونتفسح واحتمال كمان ندخل سينما وكمان هنتغدى برا. هي بنتي ما هو انت بقالك يومين بتخرجي مع خطيبك وياما جايلكوا خروج، ما فيهاش حاجه يعني لما تقولي له خليه يوم تاني، ما انت عندك الجمعه والسبت اجازه، وخلينا احنا نخرج مع بعض بكره. لا طبعا يا ماما، حضرتك عارفه ان ايام الخطوبه دي بتبقى اجمل ايام في عمر الواحده، وانا مش عايزه اضيع ولا لحظه واحده، عايزه اتمتع واستغل كل فرصه ان يبقى لينا ذكريات حلوه. حضرتك عارفة يا ماما بعد الجواز لا بيبقى فيه خروج ولا بيبقى فيه كلام حلو، فسيبيني بقى أعيش الكام يوم الحلوين دول بتوع الخطوبة. طيب يا حبيبتي اخرجوا وتفسحوا وتبسطي وربنا يسعدكم يا بنتي. بس بقولك ايه يا سلمى، ايه رأيك ان يعني بدل ما تتغدوا برا اخرجوا تفسحوا كده لحد المغرب، وهتيجوا تلاقيني عاملالكوا احلى غدا هنا ونتغدى مع بعض، وهتبقي خرجتي وتفسحتي وجبتي خطيبك يتغدى معانا. ده انا كل ما اقولك خليه يجي يتغدى تقولي لي لا هنخرج ونتغدى برا. يو يا ماما، ما انا قلتلك بقى ان انا عايزة انا وهو نشتري شوية حاجات للشقة، وبصراحة ربنا بنتغدى في اي مكان برا. معلش بقى يا ماما، جو قعدة البيوت ده قديم قوي، وبعدين ما احنا طول عمرنا مشغولين عنك، ايه اللي خلى حضرتك عاطفية قوي اليومين دول؟ يعني مش كفاية ان انت مزعلة حازم اخويا واتصل اشتكالي منك كمان؟ يعني ماما عايزة تحبسيني جنبك هنا وما شوفش حياتي؟ هو انا يا بنتي بقيت معطلكوا عن حياتكوا؟ وهي حصلت ان حازم بيتصل بيكي يشتكيلك مني عشان بقوله تعالى شوفك، ولا حتى هتمرضك تولد هنا؟ هي ايه يا بنتي، هو انا طلبت منكم المستحيل؟ حتى انتي عشان بقولك اقعدي اتغدي معايا يوم ولا هاتي خطيبك يتغدى معانا؟ هو انتوا ايه اللي حصل لكم؟ هو انا للدرجه دي يا ولاد بقيت تقيل عليكم كده؟ اخص عليكم اخص عليكم يا سلمى اخص. هو في ايه يا ماما، هو يعني يا اما نسيب حياتنا ونقعد جنب حضرتك هنا، يا اما نبقى عندنا جحود ونبقى مش بارين بحضرتك؟ وبعدين انا هتكلم عن نفسي وبس، انا هتجوز كمان كام شهر، وحضرتك عارفه اني مسافره بره مع جوزي. اعتبريني سافرت من دلوقتي، امال هتعملي ايه بقى بعد جوازي؟ ده انا يمكن اقعد 5 ولا 6 سنين ما انزلش مصر. يا سلمى بقى عايزه تقعدي 5 6 سنين ما تنزليش مصر؟ بقولك ايه يا حبيبتي، تقعدي 5 سنين تقعدي 15 سنة ده موضوع ما يخصنيش، على العموم انت حرة في حياتك، واخوكي كمان طالما بيشتكيلك فانا مش هتصل عليه ولا كأني ليا ابن. ده انت وهو مقررين تبعدوني عن حياتكم من الاول، وعايزين تخرجوني من حياتكم كلها. هو راح خد شقة جنب اهل مراته ونسيني خالص، وانت مقررة تقعدي 5 6 سنين في الغربة من غير حتى ما تنزلي ولا كأني لك أم. يا ماما بقى حرام عليكي، انت ليه مش عايزة تفهمينا؟ ليه عايزة توقفي حياتنا عليك انت وبس؟ ما كفاية بقى، كفاية احنا عارفين ان انت تعبتي واشتغلتي وترملتي وربتينا، بس مش معنى كده ان احنا ندمر حياتنا ونقعد جنبك. كفاية قوي لحد كده، احنا كبرنا ولازم نأسس حياة خاصة بينا. خلاص يا بنتي اعملوا اللي انتوا عايزينه، وانا مش هتكلم تاني ولا هتسمعي صوتي اصلا بفتح معاكي الموضوع ده. ربنا يوفقك في حياتك، بس اتمنى انك ما تعمليش زي اخوكي وتبقي على الاقل خالص تسألي عليا بالتليفون. قفلت معاها الموضوع على كده، وفعلا ما اتكلمتش فيه تاني لاني كنت عايزاهم يسألوا عليا محبة فيا. ده غير كمان ان انا شايفة ان ده حقي، بعد ما ربيتهم وكبرتهم المفروض الاقي اللي يسأل عليا في كبري،
ولكن هما كانوا شايفين اني بقف قدام حياتهم وان المفروض ابطل اطلب منهم يسألوا عليا. وفعلا ده اللي انا عملته. وبعد جواز بنتي ما كانتش بتتصل خالص ولا حتى بالتليفون، كنت انا اللي لازم اشحن مبلغ كبير واتصل عليها. وفي يوم كنت بكلمها في التليفون وقلت: ازيك يا سلمى، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه، وجوزك عامل ايه معاكي، اوعي يا حبيبتي يكون مزعلك. الحمد لله يا ماما، ولا تقلقي عليا ولا اي حاجه، ده احمد كويس جدا ما بيزعلنيش نهائي، والله انت اللي حضرتك وحشاني قوي، ما بتروحيش من بالي خالص. بجد يا سلمى، انا يا بنتي لو فعلا وحشاكي وباجي على بالك كنت اتصلت عليا واطمنتي عليا، مش كنت تستني لما انا لا اتصل عليكي. ده انا يا بنتي من يوم ما اتجوزتي وسافرتي انت ما اتصلتيش عليا ولا مره، وانا اللي لازم كل شهر اشحن بمبلغ وقدره عشان اعرف اكلمك 5 دقايق على بعض، وانت عارفه ان المعاش يا دوبك يكفي بس مصاريف علاجي ومصاريف البيت. معلش يا ماما، اصل احنا هنا الاتصالات غاليه قوي علينا، خصوصا اني هبقى بتصل بيكي دولي فهيكلفني مبلغ كبير قوي، وانت عارفة بقى يا ماما ان احنا بنحط القرش على القرش عشان نعمل مستقبل لنا ولولادنا بعد كده. انا عارفة يا حبيبتي، وعارفة ان انا مهما اتكلمت وقلتلك مش هوصل معاك النتيجة. ربنا يا بنتي يساعدكو وعينكو على الحياة اللي انتو فيها. بقولك ايه يا حبيبتي، انا عارفة ان انا بتقل عليكي، بس معلش ابقى اتصلي بس طمنيني عليكي وطمنيني على جوزك ان شاء الله حتى كل يوم جمعة مرة. وقفلت معاها التليفون وما بقتش تتصل اصلا، وحتى حازم ابني كمان منع الاتصالات. بقيت عايشه لوحدي، في الوقت ده كان عندي بالظبط حوالي 60 سنه. هو بالصدفه جه راجل ارمل خد الشقه اللي قصادي، كان اسمه الاستاذ عبد المتجلي، وهو كمان مراته توفت من كام سنه واولاده اتجوزوا ومحدش فيهم بيسال عليه. كان ربنا بعته ليا نجده كل يوم ينزل يجيب العيش والفطار والخضار ليا كمان. وفي يوم كنت قاعدة أنا والأستاذ عبد المتجلي بنفطر وباب الشقة مفتوح، وقلت له: والله يا أستاذ عبد المتجلي، أنا ما عارفة أودي جمايلك دي كلها فين، يعني مش كفاية إنك بتجيب كل حاجة لنفسك وتجيب لي معاك وتجيب العيش والفطار والخضار كل يوم، أنا حاسة إني بقيت حمل تقيل قوي عليك وبقيت بتقل عليك كمان. يا ستي لا تقيلة ولا حاجة، ده أنا وإنتي وحدانيين وعايشين زينا زي بعض. بقولك إيه، تعرفي إن العمارة دي كلها عواجيز وكل واحد يعيني عليه قاعد لوحده، والبواب ما بقاش ملاحق علينا طلبات، ولادنا كلهم كل واحد اتجوز وعاش في حياته. والله يا أستاذ عبد المتجلي، أنا ما بخرج ولا بشوف الشارع غير يوم القبض، بخلي البواب يجيب لي تاكسي أروح أقبض واجي، وطبعا البواب على رأيك ما هوش ملاحق علينا، يقول لي بشوف طلبات فلانة وطلبات علانة، والله ما عارفة مين حتى اللي ساكن ومين اللي مات ومين اللي لسه. العمارة دي أنا بقالي 50 سنة ساكنة فيها، ورد عليها ناس كتير قوي، اللي أم وأبوه بيموتوا وبيأجر الشقة وكل يوم والتاني مستأجر شكل، واللي قافل على نفسه ما بعرفش عنه حاجة. طب انت عرفت ان في واحدة جارتنا من كام شهر كده ماتت والبواب هو اللي شم الريحة، والعياذ بالله الريحة كانت قلب العمارة، وولادها ما كانوش بيسألوا فيها. بجد يا أستاذ عبد المتجلي، الدنيا بقت صعبة قوي، وولادنا بقوا قلبهم جامد ولا الدنيا اللي شغلاهم، الله أعلم. بقولك يا ست الكل، انت بلاش تفكري في الكلام ده كله، وبعدين للمرة المليون انت لا تقيلة عليا ولا حاجة. انا بقى اللي عايزة اقولك على حاجة، ايه رأيك نعمل اتفاق مع بعض عشان لا تبقي تقيلة عليا ولا انا تقيلة عليكي؟ يا سيدي وانا موافقة على اي اتفاق طالما هقدر ارد لك بيه جزء من جمايلك عليا، قول ايه هو الاتفاق وانا بإذن الله موافقة عليه. بصي بقى يا ست الكل، انا عارف ان انت ما بتقدريش تنزلي وتطلعي السلم كتير بسبب وجع رجليكي، فانا عليا كل يوم انزل اجيب العيش والفطار والخضار كمان، وانت كل شهر هوديكي تقبضي وتيجي. انا بقى عايز منك ان انا اجيب لك الخضار واللحمه والسمك، وانت تعملي لي بس كل اسبوع مره واحده اكله من ايديكي، حاكم بيني وبينك بطني نشفت من الاكل المعلبات ونفسي قوي في اكله بيتي.
يا خبر ابيض يا استاذ عبد المتجلي، ويوم واحد بس في الاسبوع ليه؟ ده انت تكتر الف خيرك، كل يوم تجيب لي الفطار. طب ايه رايك بقى ان انت بس هتجيب لي الخضار واللحمه والسمك، وانا هطبخ الغدا كل يوم واجيب لك منه كمان، ولا يهمك. ده انت الوحيد اللي بتخبط عليا وتجيب لي مصالحي. ولا يهمك يا استاذ عبد المتجلي، كل يوم هتاكل اكل عمرك ما اكلته في حياتك. وبقت هي دي حياتي، كل يوم الأستاذ عبد المتجلي كان بينزل يجيب العيش والفطار، نفطر سوا وأنا أقوم أعمل الأكل، وكنت بوديله الأكل عنده في شقته. وشوية شوية بقينا ممكن نقعد مرة ناكل عنده مرة ناكل عندي، والباب مفتوح. أقسم بالله ما كان في أي حاجة سيئة في دماغنا، إحنا ناس كبيرة وكنا قربنا على 70 سنة، كنا بنتحرك بالعافية وكنا كل اللي عايزينه وناس مش أكتر. مع الوقت بقينا نقضي معظم النهار سوا، يحكي لي عن ذكرياته ويقرا الجرايد ويحكي لي اللي بيحصل في الدنيا، ويقول لي ان النت لغى الجرايد. وفي يوم كنت قاعده معاه وبص لي وقال: بقول لك ايه يا حاجه منيره، انا في موضوع كده في دماغي بقالي كتير قوي بفكر فيه، وبصراحه خايفه اكلمك فيه احسن تفهميني غلط وتبطلي تتكلمي معايا وارجع تاني اتكلم مع الحيطان زي المجانين. موضوع ايه اللي انت عايز تتكلم فيه يا استاذ عبد المتجلي؟ قول يا اخويا، وما تقلقش ما تقلقش ان انا اظن فيك حاجه وحشه، احنا ناس كبار وفاهمين الدنيا كويس قوي، وانت راجل محترم وانا ما شفتش منك حاجه وحشه. خلاص يا ست منيره، يبقى انت كده شجعتيني. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، انا راجل كبرت في السن، انا دلوقتي معدي 70 سنة، وانت كمان قربت تتم 70، يعني مش عايزين من الدنيا غير الونس والكلمة الطيبة، وإيه تطبطب علينا لا أكتر ولا أقل. فإيه رأيك بقى نبقى أنا وإنتي إيدينا في إيدين بعض ونكمل حياتنا سوا، ونكتب كتابنا ونعيش مع بعض، بس أقله نبقى عايشين مع بعض في الحلال والجيران كلهم عارفين إن إحنا متجوزين، بدل ما إحنا برضو نخاف حد يقول كلمة كده ولا كده. انا مش فاهمه انت تقصد ايه يا استاذ عبد المتجلي، معقوله انت عايزنا نتجوز واحنا في العمر ده؟ يا راجل ده احنا نبقى نكته وحدوته للناس كلها، وكل الناس هتقعد تتريق علينا كاننا عملنا جريمه. ليه يا ست منيره ما تفكريش في اللي انت بتقولي عليه ده، هو احنا هنعمل حاجه غلط؟ اللي هيتريقوا علينا دول الناس اللي ما بيفهموش، اما الناس اللي عندهم عقل عارفين ان جواز كبار السن جواز ونس مش جواز متعه زي الصغيرين. لو تعبتي اناولك برشام الدواء، وانا لو فرقت الحياه الاقي اللي سبلني بدل ما افضل في الشقه لحد ما ريحتي تطلع. لو واحد فينا تعب اداني يلحقه، ولو اتكلم هيسمعه. سيبك من اللي يتكلم، احنا قاعدين لوحدنا محدش سأل فينا، وانا وانتي مرميين لمؤاخذة يعني زي الكلاب، ومحدش من عيالنا بعبرنا. يبقى نتجوز او ما نتجوزش مفيش حاجة تفرق، وبعدين احنا لا عندنا ميراث ولا عندنا حاجة يتخانقوا عليها ولا ناويين نخلف تاني، يبقى ايه المشكلة يعني؟ والله عندك حق في كل كلمة قلتها، وبصراحة انا مقتنعة جدا بكلامك، احنا اصلا بنقضي معظم النهار مع بعض، ومش باقي لينا غير كتب الكتاب والمبيات سوا في شقة واحدة، ونبقى عايشين مع بعض عيشة كاملة. بس بصراحة ربنا أنا خايفة من رد فعل ولادي. هو أنت يعني مفكرة يا ست منيرة إن أنا ولادي اللي هيرحبوا بالفكرة؟ أنا عايزة أقولك إنهم هيقلبوا الدنيا، بس أنا عن نفسي بقول يعملوا اللي هم عايزينه. أنا تعبت من الوحدة وعايزة ألاقي حد أكلمه بدل ما أنا قربت أتجنن من القعدة لوحدي. انا هكلم ولادي، وانتي كمان كلمي ولادك، وسواء وافقوا او رفضوا احنا هنتجوز وسيبك منهم. مش هكدب عليكو، انا فعلا كنت موافقه على راي الاستاذ عبد المتجلي قوي، انا تقريبا ما بنامش طول الليل من الرعب، انا بخاف اغمض عيني لا فارق الحياه وانا نايمه ومحدش يحس بيا ولا يسمع عني لحد لما ريحتي تطلع زي جارتنا. على الاقل خالص الاقي حد يطلب لي الدكتور ولا يناول لي كوبايه ميه، ولا حتى يبقى جنبي يونسني وياخد بحسي. وكان اول حد اتصلت عليه ابني حازم، وكنت بكلمه في التليفون وقلت: بقول لك ايه يا حازم، انا عايز اكلمك يا ابني في موضوع مهم، وعايزك تفهمني وتفتح مخك معايا عشان انا مش عايز اعمل مشكله معاك.
ايوه يا امي، انا عارف طبعا ان انت هتتكلمي في ايه. هتقعدي تقولي لي زي كل مره ما بتتصلش عليا ليه وما بتجيش تزورني ليه واولادك وحشوني والكلام ده كله، كلام مش جايب همه يا امي. لو سمحتي كفايه بقى، انا تعبت من الاسطوانه دي. يا ريت لو في حاجه جديده نتكلم فيها يبقى اوكي، لو مفيش يبقى انا اسف يا امي، ما عنديش وقت للكلام ده. لا يا ابني ما تقلقش يا حبيب امك، المره دي موضوع تاني خالص، وانا لقيت لك حل هيريحك قوي، هيريحك من مكالمات التليفون بتاعتي اللي انت كارهها. واوعدك يا حازم انك مش هتسمع صوتي تاني ابدا. الحاله الوحيده اللي هتسمع فيها اسمي هيبقوا الجيران وهما بيتصلوا عليك عشان تحضر جنازتي، او حتى دي كمان مش هخلي الجيران يعرفوها لك عشان ارحمك من حضورها، اصلا انا عارفه كل حاجه، وعارفه يا حبيبي ان انا بقيت تقيله عليك. بقولك ايه يا ماما، لو سمحتي بقى قولي انت عايزه ايه بسرعه، عشان انا بصراحه ربنا ورايا شغل، مش كل شويه تتصلي عليا تحرقي دمي وتعصبيني وتعطليني عن شغلي. لو سمحتي قولي اللي عندك بسرعه عشان اقفل واروح اشوف شغلي. خلاص يا ابني انا متصله اعرفك ان انا قررت اتجوز، هتجوز الاستاذ عبد المتجلي اللي ساكن في الشقه اللي قدامنا. على الاقل يا ابني الاقي حد ياخد بحسي بدل ما انا قاعده لوحدي كده، اصل هو حاله من حالي، اولاده جحدين زيك انت واختك ومحدش فيهم بيسال عنه. فقررنا انا وهو ان احنا نتجوز عشان نونس بعض ونساعد بعض في اخر ايامنا. انا دلوقتي بس اتاكدت ان انت قعدتك لوحدك خليتك اتجننتي، واحده في سنك المفروض تقعد تصلي وتقرا قران وتدور على حسن الخاتمه ليها، مش عايزه تروح تتجوز وبتفكر في الكلام ده وهي عندها 70 سنه. يا ماما عيب على سنك ده، انت شعرك كله ابيض، بقيتي مركبه طقم اسنان. طب كويس يا حازم، كويس ان انت عارف ان انا قربت اتم 70 وبقيت مركبه طقم اسنان زي ما انت بتقول، يعني محتاجه حد اتكلم معاه ورعيني، يعني مش متجوزه جواز متعه زي ما دماغك المريض مصور لك. على العموم انا مش متصله بيك اخد رايك، انا بعرفك. واحب اقول لك كمان ان اعتراضك او موافقتك ملهمش اي معنى عندي، وقبل ما تتكلم او ترد عليا انا هقفل في وشك السكه. وفعلا قفلت في وشه السكه، وبعد نص ساعه بس من اتصالي بابني لقيت اتصال دولي من سلمى بنتي لاول مره، رغم انها كانت بتخاف قوي على سعر المكالمه وعمرها ما اتصلت بيا، واتكلمت وقالت: الو، هي ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبه امك، اخيرا فكرت تتصلي عليا. بس يا ترى بقى متصله تسالي عليا لاول مره بعد كام سنه من سفرك مع جوزك، ولا متصله تحاكميني؟ اصلا انا عارفه طالما اتصلتي دلوقتي بعد ما كلمت اخوكي يبقى هو اتصل عليكي وعرفك اللي انا ناوي اعمله. طب كويس يا ماما انك عارفه ومدركه ان اللي انت هتعمليه ده غلط وتستحقي المحاكمه عليه. ده انا مش قادره اتلم على اعصابي من ساعه ما حازم اخويا كلمني وقال لي على الفضيحه اللي انت ناويه تعمليها. يا ماما حرام عليكي، انا كده مش هقدر انزل مصر تاني بسبب العار اللي انت عايزه تحطينا فيه. عار ايه يا بنت انت وفضيحه ايه؟ فضيحه ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ هو انا هعمل حاجه غلط؟ انا هتجوز على سنه الله ورسوله، ولو انتوا شايفين انها عار وفضيحه ومش عايزين اتجوز يبقى يا اختي انزلي مصر واسالي عليا، خلي اخوكي يسال عليا، ولا انتوا عايزين ترموني لوحدي هنا وما تفكروش فيا، ولما اجي افكر في نفسي تتهموني ان انا هدمر لكم حياتكم وان انا اللي هجيب لكم العار والفضيحه. يعني يا ماما يا اما انا واخويا نخرب حياتنا ونسيب اشغالنا ودنيتنا ونيجي نقعد جنبك، يا اما تروحي تتجوزي وتجيبي لنا فضيحه مش هنقدر نرفع راسنا بعدها ابدا. انا مش عارفه هرفع راسي ازاي في وسط اهل جوزي بعد ما يعرفوا الكارثه اللي انت عايزه تعمليها. هو حازم، حازم حرام عليكي، ازاي هيواجه مراته واهلها؟ ارجوكي يا ماما ارجوكي اصرفي نظر عن الموضوع ده قبل ما حد يعرف الفضيحه اللي انت ناويه تعمليها، خلينا نداري على العار ده قبل ما يحصل. والله العظيم اكبر عار واكبر فضيحه حصلت لي كانت وجودك انت واخوكي في حياتي. انا هتجوز الاستاذ عبد المتجلي سواء وافقتوا او رفضتوا، لانه رايكوا ما يهمنيش في حاجه. انا اتصلت وعرفت اخوكي بدل ما تعرفوا من بره، مش اكتر ولا اقل. واعملوا حسابكم اللي هيفكر يتعرض لي او يتعرض للاستاذ عبد المتجلي مش هيحصل له كويس مني. وقفلت السكه في وشها
ومش هكذب عليكم واقول لكم ان انا كنت متوقعه موافقتهم، لان انا كنت متوقعه رفضهم، بس ما كنتش اتخيل انهم يعتبروا جوازي عار وفضيحه. وقعدت استنيت وانا مش عارفه اولاد الاستاذ عبد المتجلي هيعملوا ايه هما كمان. كنت خايفهم يرفضوا وهو يزعل ويصرف نظر عن الموضوع، وابقى عملت مشكله مع اولادي على الفاضي. لكن تاني يوم لقيته جايب العيش والفطار زي ما هو متعود، وقعدت اتكلمت وقلت، انا كلمت ولادي في التليفون وقلت لهم، ومش هتصدق ردهم عليا كان ايه. انا عارف من غير ما تقولي كان نفس رد ولادي. انا ولادي قالوا لي انت راجل كبرت واتجننت وخرفت عشان افكر اتجوز وانا في السن ده، عشان كده انا قلت طز فيكوا وفي رايكوا، انا هتجوز مهما كلفني الامر. انا خلاص لسه بعقلي ولسه كمان عايز اعيش وعايز حد يطبطب عليا ويبقى معايا وقت ما اموت. يا ريت ولادي قالوا لي على قد كده، دول قالوا لي انت جبت لنا العار والفضيحه ومش هنقدر نرفع راسنا تاني وهيتبروا مني كمان. بقول لك يا ست الكل، النهارده باذن الله بعد الغدا هننزل انا وانت ونكتب الكتاب عند المأذون، واللي ولادنا عايزين يعملوه يتفضلوا يعملوه، هم اصلا خرجونا من حياتهم، يبقى مالهمش حق انهم يتحكموا فينا. احنا كبار كفايه اننا نعرف مصلحتنا واحنا ما بنعملش حاجه غلط. وفعلا اتجوزت انا والاستاذ عبد المتجلي، وطبعا الموضوع حصل فيه مشاكل كتير قوي، عشان حازم ابني جه واتخانق وزعق وقرر انه يتبرى مني هو وسلمى بنتي. ودلوقتي احنا بقالنا 10 سنين متجوزين انا والاستاذ عبد المتجلي، يعني لسه ما متناش، محدش فينا فكر يسأل عليهم ولا حد فيهم فكر يسأل علينا ولا كأننا خلفنا وربينا. هو احنا ما كناش عارفين هنموت النهاردة بكرة بعد 20 سنة. عبد المتجلي عدى 80، هو صحيح ما بقاش بيقدر يتحرك ولا ينزل زي الاول، بس عايز اقول لكم ان انا سعيدة جدا بوجوده. على الاقل بلاقي حد يتكلم معايا، بلاقي حد يقول لي قومي اتمشي لحد المطبخ وناوليني كوباية مية. وعلى فكرة بقى القصة دي مستوحاة من أحداث حقيقية، وأنا حبيت أعرضها عليكم عشان الناس اللي مفكرة إن جواز كبار السن عيب وغلط لأنهم فاهمين إن الجواز متعة وبس. لأ، الجواز ساعات بيكون ونس مش متعة زي ما أنتم مفكرين. هما ربونا وكبرونا وكل واحد فينا راح أسس حياة بعيد عنهم، وبقى بيتضايق كمان من مشاورهم ولا مصالحهم ولا حتى مكالمتهم. علشان كده قلنا نحكي الحكاية علشان نرحم من في الأرض عشان ربنا يرحمنا.